محمد أستاذ ومدير 19 عام هذه باش دي التقاعد ديالي. تنسكن في الحوزية بلوك إف رقم 68. أنا الآن جيت الفجر باش نخبرهم بهاد المشكل وبهاد الضرر اللي احنا تنعانيوه من 2006. وسبق ليا قدمت عدة شكايات في الموضوع إلى المسؤولين الآتيين: السيد الباشا مدينة القنيطرة، وعامل صاحب الجلالة بمدينة القنيطرة، وإلى رئيس المجلس البلدي بالقنيطرة. ثم صفت رسالة أخرى وشكاية إلى الديوان الملكي، تنستعطفو جلالة الملك نصره الله باش يعطي الأوامر ديالو لهاد المسؤولين يحيدوا علينا هاد الضرر، لأن هاد الزنقة اللي تنسكن فيها زنقة ضيقة وآهلة بالسكان، وفيها 10 ديال الحرفيين اللي هما تيشتغلوا من الصباح الباكر إلى غروب الشمس في محلات ضيقة، والمشكل اللي هو مطروح وهو أنهم تيستغلوا حتى الملك العمومي، وحنا مراض وتنعاني من أمراض مزمنة. راه عندي شواهد طبية اللي عطاها لي الدكتور أكداش المختص في الأمراض ديال الرأس، ثم عندي شهادة أخرى طبية ديال دقات القلب من عزيز صورات، ثم عندي شهادة أخرى طبية باش عملت عملية جراحية على الرأس سنة 2018. الآن تنطلب منكم تحيدوا علينا هذا الضرر وهذا المشكل اللي احنا تنعانيو منه، لأن كثرة الحدادة والميطالة والصباغة، وحنا حاكمين على ولادنا بالإعدام. علاش؟ لأننا ما تنستوعبوش وما تنتصنتوش المكالمات التليفونية، وما تنتمتعوش كسائر المواطنين في التلفازة أو نفتحوا النوافذ باش نشموا الهواء، لأن أكثرية السكان اللي هما فضولية الأمر تيخصوا جل الأوقات ديالهم للأمراض المزمنة. وسبق ليا بأنني صفت الديوان الملكي بمشور سعيد، وعاود الشكاية الثانية إلى السيد عزيز أخنوش بالرباط. والشكاية الثالثة إلى عامل صاحب الجلالة بالقنيطرة. وبه الإعلام والسلام.